خلاص كده كل فات ده كان جاست انتروداكشن. خلينا دلوقتي نخش بقى ايه واحده واحده كده، نمسك موضوع موضوع ونحاول ان ايه نشتغل عليه. فبقول الانجلر جي اس ليه ميجر بارتس، يعني ليه اجزاء رئيسيه او اساسيه. خلاص فهو ليه تلات اجزاء رئيسيه بيشتغل عليها. خلاص تلات اجزاء ايه رئيسيه. اول نوع حاجه اسمها ان جي اب، اول حاجه ان جي اب، وده دايركتيف. احنا خلاص عرفنا ان كل اللي تقريبا ان جي بيبدا كله دايركتيف. ان جي اب دايركتيف بيديفاين الابلكيشن بتاع الانجلر كود مع الاتش ام ال. ادي اول واحده، دي اول حاجه الابلكيشن لازم يكون فيه اسم ابلكيشن، وبربط الويب بربط الاتش ام ال والديزاين بالايه بكود الانجلر، فلازم يكون فيه اسم مشترك ما بينهم اللي هو اسم الابلكيشن، اللي هو اسم الايه اسم الابلكيشن. حاجه اسمها ان جي موديل. خلاص وده بقى الموديل ده اللي هو بيبايند الفاليو، بيبايند الفاليو يعني بيربط ايه القيمه، بيعرض القيمه، بيوصل القيمه بكنترول او حتى باي او اي تاج على الاتش ام ال او كده يعني. خلاص هو عايزين نقول ايه، هو الانجلر جي اس ابلكيشن داتا للاتش تي ام ال ايه كنترولز. خلاص كده ده مين الموديل. البايند ده الانجلر ابلكيشن داتا للاتش تي ام ال تاجز، بقى التاجز ذات نفسه مش الايه مش الاتريبيوتس اللي الداخليه. طيب مش واضحه قوي، هنمسكها واحده على واحده، احنا لسه فيها لسه فاهم ما عدناهاش. بس هو بيقول لك لو انت عايز تكمل ممكن تداونلود الانجلر جي اس من خلال نفس العنوان ده. طبعا هتلاقي العنوان ده عيبه الفيرجن، احنا النهارده في فيرجن 1.3 بكره في فيرجن 4.4 ولما اخش على angularjs.org خلاص وجيب شوف اللاست فيرجن بتاعتك ايه وجيبه على طول ونزله زي ما يكون. خلاص حلو قوي، مش حلو خالص ايه ده المثال اللي موجود هنا. عملنا الفكره بس دي صح، هنا المره دي بيقول لي لا احنا لازم نستخدم الحاجات اللي اتكلمنا عليها. فانا محتاج بس واحده واحده كده بهدوء تركب كل بارت من البارتس اللي احنا قلناها دي لوحدي. اول واحد كان اللي اسمه في البادي كده، بنحطه في التاج اللي اسمه بادي. خلاص اسمه ان جي اب، احنا طبعا من فوق استدعينا من هنا الايه مكتبه الانجلر صح كده من السكريبت. وهنا جينا على 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 المكون الرئيسي اللي هو البادي اللي هو شايل الموضوع كله. لو احنا هنربط البيج ديت بوان ابلكيشن، لو احنا هنربط البيج دي بايه ممكن يبقى عندك البيج ممكن تربط باكتر من الابلكيشن، ما بيقولكش لا تربط من خلال الان جي اب، وبتكتب هنا حاجه اسمها الابلكيشن نيم. هنا الابلكيشن نيم بتاعك مكتوب ايه ستارت. خلاص كده ستارت ده اسم الايه اسم الابلكيشن. حلو قوي، يبقى المفترض ان هيبقى في ابلكيشن اسمه ستارتر، والمفروض ان كانجلر هيشتغل على ابلكيشن اسمه ايه اسمه ستارتر. خلاص كده شيل كل اللي موجود جوه هنا عشان نبدا على ابيض خالص. لا اكتب انت اللي قبل اسم الابلكيشن بتاعك اللي انت عايزه. يعني مثلا دي مثلا سله المشتريات هنسميه مثلا شوبينج كارت، دي مثلا الدفع سميه تشيك اوت، دي مثلا مش زي ما انت عايز تسميه خلاص. بس هو باي ديفولت في الـ في الـ في الايونيك بيسمي ستارت. خلاص يعني انت ليك حق تغير زي ما انت عايز. اهو هنعمل كده اهو عشان نبدا نتفاهم الموضوع، هنسميه ماي اب زي ما احنا ماشيين في المثال. خلاص كده الناس معايا ومش معايا؟ خد بالك بقى المره دي هنخش بقى في الام في سي بالكامل والموديل والفيو والكنترولر ونشوف كل واحد بيسال نفس ثاني ونفهم الموضوع. طيب عملنا سمينا الابلكيشن بتاعنا ماي اب، هنيجي كده وعاملين ديفايا. خد بالك كل ديفايا بيبقى فيها شغل معين. ديفايا يعني مكان ما في شويه كنترولز ما بشتغل عليهم باسلوب معين. خلاص فانا ممكن يكون عندي مثلا ديفايتين او ثلاثه او اربعه، كل ديفايا عليها شغل معين اللي هو بالنسبه لي ايه شغل جافا سكريبت معين هيشتغل في الحته دي اللي احنا بنسميه كنترولر. احنا بنسميه ايه كنترولر. فانا هعمل ديفايا خلاص واجي في الديفايا دي وقايل ان جي داش كنترولر. خلاص وادي للكنترولر ده اسم، اسميه اسم اللي هو الشغل بقى اللي هيقوم على الحته دي، اسميه مثلا هالو كنترولر. كلام جميل ده كده اسم شغل جافا شغل السكريبت بتاع الانجلر اللي هيشتغل على الديفا دي. ممكن يكون في شغل تاني حته تانيه بيشتغل على الايه بيشتغل على الحته دي. كلام جميل ماشي. بيقول لي نوت في التعليقات اللي موجوده عندك
الان جي كنترولر دوت بيقول للانجلر جي اس ايه الكنترولر هيشتغل على انه فيو، يعني كود ال كود الانجلر هنشتغل مش هيخرج كود الانجلر اللي احنا مظبطينه بالاسم هل له كنترولر مش هيقدر يخرج بره مين؟ بره الديفالي. عددنا السكوب بتاع الايه؟ الكنترولر ده، عددنا السكوب بتاع الكنترولر ده. فهمنا كده؟ طيب كلام جميل. قمنا جايين قمنا عاملين كده مثلا اتش 2 ده بقى تاج من تاجات الاتش ام ال العاديه، تاج من تاجات الايه؟ اتش ام ال العاديه. قلت له ويلكم. وهنا اهو هكتب هنا حاجه اللي هي تظهر دايناميك، صح كده؟ هكتب هنا حاجه من اللي هي بتظهر ايه؟ تظهر اوتوماتيك زي ما شفنا قبل كده هو، صح؟ فقال لك المفترض ان انا عايز اقول هلو تو دوت تايتل، ده جاي منين هلو تو دوت تايتل ده؟ ده جاي هيجي لنا من ايه؟ من السكريبت او الكنترولر بتاع الانجلر. مثلا ويلكم تو انجلر، ده كده ده كده انا عملت بقى هبدا اعمل مبدا ان انا افصل العرض بتاعي عن الايه؟ عن الكود بتاعي. برضه ده دايما بيبقى افضل، دايما بيبقى افضل. هتلاقي بعد كده بعد فتره هتلاقي نقول ايه؟ عايزين نخرج من نطاق الصفحه ونخلي كود الجافا سكريبت لوحده وكود ده لوحده بحيث ننظم العمليه يعني. لكن نفهم حاجه حاجه. عرفنا دلوقتي الان الان جي بي اب وعرفنا الكنترولر، كلام جميل. حلو قوي. بعد كده عايز اكتب بقى الكود اللي هيشتغل على الموضوع ده. اقوم جاي هنا عامل سكريبت وسلاش سكريبت واكتب في السكريبت هنا كود الايه؟ كود الانجلر بتاعي. عشان ابدا بكود الانجلر بقى بيبدا بنظام محدد مش اي حاجه. خلاص دي نظام معين. اول حاجه هتعرفه تعرف تقول انجلر دوت موديول وعرف انا هشتغل على انه ايه؟ على انه موديول. الموديول اللي انا هشتغل عليه اسمه ماي اب. ايه بقى ماي اب ده بقى؟ اللي هو البطيء. الله، جميل جدا. خلاص كده عرفنا ده مديول بالنسبه لنا اللي هو اسم الايه؟ اللي هو اسم الابلكيشن. اسم الابلكيشن بتاعك. طيب في كمان بارامتر بظبطها مع الابلكيشن ده. البارامتر دي بتتبعت في شكل اري. البارامتر دي بتتبعت في شكل ايه؟ في شكل اري. فمؤقتا دلوقتي مش موضوع، فاعمل كده القسم بتوع الاري كده واسيبه لغايه لما في يوم من الايام هوريكم ايه اللي ممكن نستخدم الاري دي نستخدمها في ايه؟ احنا شغالين واحنا شغالين كبارامتر للابلكيشن ذات نفسه. اكتر من اري ولا اري؟ اري. ممكن ابعت لها مجموعه اريز؟ اه تخيل واحده ممكن تشيل اريز مش مشكله يعني. لكن هو المفهوم بتاعك بتاخد اسم الابلكيشن خلاص والايه؟ والاري دي. خلاص كده كلام جميل. ماشي. كده انا حددت بس ان انا شغال على على الموديول ده. الموديول ده مكون من كذا دبايه وكل دبايه بتخدم حاجه معينه اللي احنا سميناها ايه؟ كنترولر. فكل كنترولر بتعلق بجزء في الصفحه وبيتعامل معاه كفيو وهو الكنترولر بتاعه، هو الكود وده العرض بتاعه. فالمفترض انا انجلر دوت موديول دوت اب كده، فاقوم داخل على ايه؟ او قايل انا عايز اقول دوت كنترولر. خلاص عشان اوصل من الكنترولر دوت او محدد بقى خلاص كده ايه كده خلاص ربط الكود بالقطعه اللي فيها العرض. انا وقت عشان كده سيمبل، فانا عندي قطعه واحده وكود واحد. لكن لما يبدا دول تكتر هيبقى فيه قطع كتير واكواد كتير وحتت كتير في الشغل تشتغل، هتبدا تبين هتبدا تجزا بالايه؟ بالكنترولر والايه؟ وال كديف فيو وككنترولر جوه الايه؟ جوه الايجنت جوه اسف الانجل. خلاص حلو قوي. دوت كنترولر وابدا بقى اقول ايه؟ هنا باخد حاجتين، بحدد في الكنترولر ايه؟ حاجتين، قد يكون الترتيبه بس بتاعت الكود عندك هو الانجلر بتحب تكتب كده وانت هتتعود على كده، بس في الاول هعتبر لك اكنك برمجه عليه عشان تبدا تصعب الموضوع. بياخد منك اتنين بارامترز. خلاص؟ البارامتر الاولاني اسم الكنترولر، انا ما خدتش منك حتى الان غير اسم الابلكيشن. خلاص فانا عايز منك كمان اسم الايه؟ الكنترولر انت شغال عليه. طيب ماشي، ما الكنترولر كنت شغال كان اسمه ايه؟ كان اسمه هالو كنترولر، صح؟ ادي اول حاجه اسم الكنترولر. كوما قال لك اللي انت عايزه يحصل ككود على الكنترولر دي، اللي انت عايزه يحصل كايه؟ ككود على الكنترولر دي. ده كلام جميل جدا بسيط. قلت يا انجر مديول
وحددت اسم الابلكيشن خلاص عرفنا اشرح الابلكيشن ده. وبعدين خلاص قلت له عايز اشرح على كنترولر. قال لي انا كنترولر فيه قلت له اسمه كذا. قال لي عايز تعمل ايه؟ اكتب بقى انا عايز اعمل ايه. المفترض هنا ده بارامتر صح؟ في الجافا سكريبت يمكن اديت عنها منبهه تنبيه كده واحنا شغالين قلت لك ان هي فيها مفهوم الاوبجكت يشيل اي اوبجكت واي حاجه مش اي حاجه. واتكلمت معاكم ما اعرفش كان ده مسجل ولا لا مش فاكر. اتكلمت معاكم عن فكره ان ممكن الفاريبل يشيل فانكشن والفانكشن تشيل جواها فانكشنز والدنيا اللي هي اللي احنا سميناها بال يعني ك ايوه. بس كنت عايز اقول ايه؟ كنت عايز اعمل لها اكسبريشن خلاص اللي احنا سميناها اكسبريشن سحلبيسي خلاص كده حلو قوي. هم عاملين يسموا يعني ماي اندلر يعني هنعمل احنا لغه برمجه اسمها سحلبيسه ايه؟ بكره نعمل سحلبيسه بتاعتنا في يوم من الايام ربنا يكتب لنا بس مش نسبرس الحبس. طيب الحته الثانيه بقى قال لك تكتب البارامتر اللي هو المفترض ممكن يكون اكتر من شكل. انت ممكن يبقى عندك فانكشن كاتبها كود كده محترم فانكشن محترمه ظاهره واضحه اسمها فانكشن وليها اسم وليها سن وعنوان وكود وكل حاجه تمام خلاص فانكشن عاديه. تيجي هنا تقوم باعت اسمها تبعت تكتب هنا اسمها فيفهم ان الكنترول ده هيبقى مرتبط معاه شغل الفانكشن دي خلاص كده. ده الحلو والجميل اللي احنا كنا متعودين عليه والهتلاقي كل لغات البرمجه هتلاقيها معوداك عليه يعني اللي هو عادي بتنادي على اسم الفانكشن عادي. في جافا سكريبت في شغل كتير اون ذا فلاي. يعني ايه اون ذا فلاي؟ على الطاير مش الهوا على الطاير. يعني بدل ما تروح تكتبها بره وتيجي تنادي عليها جوه اكتبها على طول على الطاير هنا على طول كده خلاص. دي فكره اون ذا فلاي. فيقول لك انت بدل ما تروح اكتب هنا الفانكشن بتاعتك على طول. طب الفانكشن بتاع جافا سكريبت تكتب ازاي؟ فانكشن اديها اسم افتح قوس في القوس وابدا اشتغل. حلو بس الفانكشن هنا هنسميها اصلا احنا بنسمي الفانكشنز ليه؟ عشان ندعي احنا مره واحده. فاحنا هنا هنا على الطاير فانا هسميها ليه؟ طالما مش ناديها وانا فيها على طول فيها اخفيها على طول ما انا فيها على طول انا هعمل فانكشن لما كنت هروح هناك واسميها وارجع اناديها. قال لك برمج على الطاير. لو برمج على الطاير انا مش هكتب هو الكود هكتبه هنا خلاص. قال لك خلاص اكتب كلمه فانكشن كده وهنا البارامترز بتاعتك وادي بدايتها وادي نهايتها فين اسمها. قال لك بتسميها دي دي الفانكشن اللي ما تسمى خلاص. هي بقى اسمها ايه؟ انونيمس فانكشن. لو جيت ترجمتها هتلاقي فانكشن اللي ما تسماش. انا ما غلطتش انا بس بس ترجمه شعبيه. لو الفانكشن انا عملها دي استخدمها في كذا كنترولر تاني. لا اعملها فانكشن منفصله ونادي عليها خلاص كده. طيب حلو كلام جميل كلام معقول ما اقدرش اقول حاجه. طبعا ممكن تقدر تظبط ده. يعني ايه مثلا؟ غالبيه الناس اللي تقول لك ايه؟ ان انا احدد الموديول بتاعي انا شغال عليه خليه في سطر كده خلاص. حلو قوي. بعد كده ان انا احدد الكنترولر ده سطر. اما الفانكشن لا افتحها لي بقى ايه يعني خليها قصه ثانيه. طبعا ما تنساش ان كده كده ده امر كله سطر واحد المفروض في الاخر يبقى فيه ايه؟ سيمي كولن. السيمي كولن هتتوه مننا دلوقتي ما بهزرش يعني هتبدا تتوه منك. يعني انت اصلا اساس الامر كده انجلر دوت مديول وديت اسم الابلكيشن دوت ها كنترولر قوسين وسيمي كولن. ده اصل الامر. تعرف مره واحده واشتغل عليه وتحط بقى ايه كنترولرز وتشتغل عليه. ممكن ماشي واحده واحده بس انا قلت والله ماشي الصبر حلو. كل الفانكشنز بتاعت عشان ما اخشوا كل الفانكشنز اللي مرتبطه بكنترولر لازم يكون في حلقه وصل ما بينها وما بين الفيو اللي هتشتغل. حد معترض؟ اعترض بقى خلاص. لازم يكون في حلقه وصل ما بينها وما بين الايه؟ احنا قلنا ان هي دي بتاعت الابلكيشن ده بتاعت الكنترول ده ودي بتاعت الابلكيشن ده بتاعت الكنترول ده ماشي. عايز احذف لها بقى ورقه تحذف لي جواب يعني يبقى في كده ما بيننا علاقه كده اعرف اوصل داتا خلاص.
قال لك في اي في الفانكشنز دي كلها الفانكشنز دي كلها اي فانكشن مرتبطه بكنترولر يعني اقصد كده يبقى في عندك حاجه اسمها فاريبل اسمه سكوب فاريبل اسمه ايه السكوب السكوب ده بقى هو حلقه الوصل اللي هتبقى ما بينكم دي الايه التشانل خلاص او التيوب كده اللي فاتحه ما بين الايه ما بين الفيو ما بين الكنترولر سلم من ده ليه حلو كده كلام جميل طبعا اه خلاص حبيت اوسع كده عشان هتلاقي الاقواس بقى ما تقول توسع جوه توسيع جوه توسيع هتلاقي نفسك بقى ايه اقواس مش عارف اولها فين واخرها ايه خد بالك هاخد نفس الشكل اللي موجود بس انا بنيته مبسط كلام جميل دلوقتي هم جاي قايل ايه يا عم سكوب سكوب ده مين الجواب اللي جوه لا لا الجواب لسه ما ممكن احط جوه الجواب سكوب الطريقه هديه واحط طريقه فرقعات يعني ممكن اقدر احط اكتر من ايه اكتر من حاجه خلاص توصل مع الحاجه فالسكوب بقى في حد ذاته عباره عن ايه فاريبل صح كده بما انك برضو في الجافا سكريبت فانت ممكن تعمل ايه يقول لك انا عايز اعمل فيلد او اعمل بروبرتيز صح كده عندنا بروبرتي كنا بنعمل ايه في البروبرتي فاكرينها تعرف كده فاريبل وانت بعد ما تعرفه وتحدد نوعه وبعد كده تنزل وعامل ايه دي ست وجت وتحطه جواه وتاخد منه قصه طويله كده يعني ربنا ربنا بما انك هنا في الجافا سكريبت فقال لك ايه ده الموضوع سهل وجميل خلاص انا دلوقتي عملت دوت السكوب ده متعرف فيه ايه؟ متعرف في شويه حاجات اساسيه. قلت له لا انا عايز اعرف احمد ومحمد. احمد ده اللي هيجيب اللبن ومحمد اللي هيشرب. اي كلام على حسب تفكيري في المثال بتاعي. عايز اعرف اكس وعايز اعرف واي والزد اللي هتشيل القيمه بتاعتي جمعهم. طيب فالمفترض انا اعرف متغيرات وابدا اسلمها كده صح؟ لا قال لك لا هنا زي الفل اكتب على طول. يعني ايه اكتب على طول؟ السكوب ما فيهوش حاجه او ما فيهوش حاجه حتى الان بس انا عايز اعرف جوه حاجتين. في حاجه اسمها هلو تو طبعا هو مش عارف ان ايه هلو تو حتى الان خلاص ومفيش حاجه اسمها هلو تو اصلا بس هو هيقبلها منك مش هيقول لك لا ولو حد جه تاني ينادي عليا يقول له اه عرفتها خلاص اللي كانت هناك دي هو بيعمل ايه بقى؟ لان هو شغال باسلوب اسمه انتربريتر مش كومبايلر فمديله في ايه؟ فمديله عيب في عيوب طبعا بس ليه بس في ميزه فيه اللي هو ايه؟ ران تايم ديباجنج ران تايم ديباجنج يعني ايه؟ يعني او ران تايم تريسنج يعني بيبدا يشوف الكود وقت ما بتنادي له ما بيشوفوش من اول يعني لو عملت دي في السي شارب هتيجي ده اول ما تيجي تكتب يقول لك ايه ده ايرور ايه ده بيندنج مش هيعديك في الجافا مش معديك زي من سي بلس بلس مش هيعمل مش هيشوف مش هيشوف مش هتشوف اصلا اصلا مش هيفتح صفحه اصلا هيشوحك بره فاهمني ازاي؟ لان كل اللغات دي اصلا كومبايلد بروجرام خلاص كده هنا بما ان احنا شغالين جافا سكريبت فهي مش كومبايليشن اصلا ما بتترجمش ما بتحولش الكلام ده الى ما يقابله من 01 مثلا وبعد كده يبقى هو شغال لا مفيش كلام من ده ده وقت ما تناديها يروح يشوف هو انت بتنادي على ايه يا عمي عايز محمد يروح فين محمد راح محمد ما لقوش يقول لك مش موجود يا عم في ايرور هو بيدور ربنا ييسر له الامر ولقاه يقول لك هناك اهو ويشغله زي الفل حلو كده شفت المفاهيم اللذيذه لما تكون الدنيا سالكه كده خلاص قال له هلو تول قلت له عباره عن ايه هلو تول قلت له والله لسه ما حددتش بس شكلها اري كده انا حددت له الاقواس كده عرف ان هي عباره عن ايه يعني سلسله من الحاجات عربي انا مش عايز اقول دي دلوقتي خليها في سلسله من الحاجات دي انا نعرف حاجه واحده وانا نعرف دي. خليها كده دلوقتي خليها دلوقتي كده طبعا انت ممكن الموضوع سهل الموضوع بس انت تكون عندك مفهوم يعني فاهم ده اتعمل ليه كده من ازاي انا دلوقتي ممكن اجاوب ايه هلو تو وما قال بيساوي مثلا خلينا نفهمها واحده واحده عشان الدنيا ما ايه ما تعكش معانا حلو كده حتى الان كده ده الكود المتعلق بدوت والاثنين دول بيتكلموا بعض ده الفيو ده الكنترولر والدنيا ايه؟ مفيش فيها مشكله صح؟ طيب كلام جميل بس هنا ايه في جوه السكوب حاجه اسمها ايه؟ هلو تو هنا في ايه؟ خليها هلو تو بس عشان ما عندناش شويه دلوقتي هلو تو فايه اطبع هنا كلمه هلو تو
الفرق ما بين المثال ده والمثال التاني ايه؟ التاني كان شغال على ها MVVM ده شغال ايه؟ اه لما يبدا بقى يعمل كنترول وكنترولر وكلام من ده. طيب هو ال MVVM ما فيهوش كنترولر، ما كانش فيه كنترولر، ما عملناش كنترولر اصلا خالص. فاجي هو كده ببص على قال لي ويلكم انجلر جي اس 2 انجلر مش عارف انجلر جي اس جبناه ايه هنا طلعت. يعني لو جينا هنا مثلا اسمك ايه؟ جمعة؟ جمعة. قال لي ويلكم جمعة تو انجلر، مش مشكلة خالص، كلام جميل جدا. ندي حتة كده عن الجافا سكريبت. قال لك حلو قوي، انت ممكن دلوقتي مثلا ايه هلوتو عايز اشيل بقى اسمه وسنه ورقم تليفونه ومش عارف عايز بقى اشيل حاجات جوانيه بقى. ممكن يعني ممكن مثلا ايه بدل هلوتو دي اخليها جواها مثلا، خد بالك الحته دي مش ثابته، يعني ممكن اقول بيرسون مثلا. بص بقى خيالك دلوقتي اكنك شغال ككلاس او اوبجكت، فاهم ازاي؟ مش فاهم بيرسون عشان معاك. لا مش مشكله عادي اهو اهو ويلكم واقول له نوت ايه؟ بيرسون اهو صح كده؟ بقول كم فلان تو انجلر. لو جيت رجعت معلش سؤال بس ويلكم جمعه تو انجلر. هو كده ايه الفين يعني؟ هو كده بيعرفه في الران تايم، بيعرف ان هو عنده اوبجكت باسم بيرسون دوت شغال والقيمه بتاعته زي الفل. وجيت متنقل بقى البيرسون ده يا باشا مش كده، ده جواه رقمه واسمه وتليفونه والبلد وقصه طويله. قال لك حلو قوي، تعملها ازاي دي بقى؟ طبعا انت ممكن تعقد نفسك هنا بقى، ممكن تعقد نفسك. قال لك الدنيا بسيطه خالص خالص خالص. انا هاجي اوتوميل البيرسون ده عباره عن ايه؟ كده هو فهم ان البيرسون ده ليست، يعني مش حاجه واحده، دي عباره عن ليست من الحاجات. خلاص كده ببساطه جدا، جميله جدا جميله جدا. قمت جاي قال ايه؟ خش بقى يا باشا على السكوب ده جوه البيرسون ده. قال لي انا عارفه بقى خلاص، ما عرفته، ما انا فكرت السطر اللي فات يا قصه. كان ازاي؟ مش لسه بقى تروح تعرف وتكتب كلاس وتعمل له ملف وتعمل ايه؟ سحلبيس خلاص. حلو. فجي قلت له بيرسون، قلت له دوت كده. قال له دوت ليه؟ قلت له اسمه يا اخي بلاش نيم عشان النيم كلمه ثانيه. قلت له فول نيم، قول لي بقى، قول لي عندك فول نيم بقى. مش ما عندوش فول نيم اهو. قلت له بيساوي ما عندوش فول نيم بس بقى خلاص بقى عنده وبالاماره جوه بيرسون. خلاص؟ قلت له ايه؟ جمعه ايه؟ جمعه سيد. خلاص مش ثلاثي. بس خلاص كده اقدر هنا بقى اي انادي على بيرسون. لا ده بيرسون ده يعني لو جيت لو رجعت كده هيرجع لك الاري، واول عنصر في الاري هو مش رجعش الاري ده، هو رجع جيسون فايل. هو رجع جيسون كامل. جيسون بدا بالعلامه دي وقال لك اول حاجه الفول نيم كولوم جمعه بس جمعة سيد. اصبر بقى اصبر عليا اتقل شويه. لو جينا عملنا كده ده ايه؟ مش عايز اسمه بقى انا كده المفروض اقول هنا ايه؟ ما اقولش كده، المفروض هنا اقول بيرسون دوت ايه؟ فول نيم صح كده؟ وارجع هنا قال لي اه ويلكم جمعه سيد تو انجل. حلو جدا، جاب الفول نيم من جوه الايه؟ جميل 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 جميل. قلت له بقى في حاجات تانيه حلوه بقى كتير زي ايه مثلا؟ قلت له بقى في السكوب في بيرسون دوت فون، اكيد مش هيبقى موجود عنده حاجه اسمها فون بس احنا الفناها خلاص بقت موجوده. خلاص ما قطعش هذه اللحظه التاريخيه. مين بيتكلم يا عبد الله؟ اصبر. لو جيت دلوقتي عملت نوت كده ويلكم لينا عارفين ليه بس؟ حلو قوي. ممكن بعد اتش 2 ومكان كده يور فون نمبر كنت عامل كده كده صح كده؟ كنت قال ايه؟ خش على بيرسون ها دوت ايه؟ فون. ارجع قال يور فون نمبر تفتكر ترجع على طول. حد زعلان من حاجه؟ زي ماشي زي الفل اهو. لا مفيش سؤال دلوقتي، ما تقطع ما تقطعش الموضوع، اصبر. ايه؟ ينفع تستايل القوسين دول؟ يعني القيمه اللي جايه من القوس لحد ما تظهرش اصلا، القوسين بيظهر عشان تديهم ستايل. خدت كات كده وانتوا حاطهم تحت هنا عشان ايه؟ عايز اعمل بريك يعني بره الدفايه.
لا يحصل ايه؟ مش هيشتغل. ايرور. هيطلع الكود عادي اصلا. مش هيشتغل. ليه؟ لان انا خططت بره الكنترولر. فالكنترولر مش شايف السكوب. الجواب ما وصلش. السكوب مش واصل ما بين الاثنين. خلاص. فمش لاقط. بالظبط كده. لان هو ما يقدرش يشوف غير جوه ده. لان انت محدد الديفاي دي ايه؟ على الكنترولر ده وده اصلا الكنترولر ده واللي ما بينهم سكوف خلاص كده فكده قدر ايه يتعامل معاه مفيش مشكله خالص وجابه مفيش مشكله خالص كلام جميل في اي مشكله كده كلام جميل الموضوع ده دخلنا في قصص طويله حلوه انا عايز اعرف ليه ينفعش القيمه ذات نفسها انت عايز تدي السال ده لكلمه بيرسون فون مثلا ما تديها يا عم اهو تاج عادي الدفاية تاج اي حاجة طب وانا ليه ما اديتش للفوق في الاتش تي ام ال الجي اف وليه حطها في البادل واحدة واحدة بس واحدة واحدة انت اسئلتك بتبقى كتيرة كده ورا بعضها صبر بس لا هو سؤال واحد ماشي ستايل الاول ستايل انت ممكن تعمل كده اي صح؟ مثلا وحط الستايل اللي يعجبك حط الستايل اللي يعجبك مش اي مشكلة خالص دي حاجة السؤال الثاني بتاعك اللي هو دلوقتي المفروض اصلا فوق بعرف ال اتش تي ام ال ده انجلر اب بكتب فوق ام جي اب الفرق اللي بكتبه في البادي وايه الفرق اللي بكتبه في الاتش تي ام ال ولا مفيش فرق ولا في ده ابلكيشن بتاعك تمام خلاص لو انت عايز تجمع اكتر من حاجه هو نفس تحت نفس الاسم الابلكيشن لو عندك مثلا 20 3 كلهم نفس الابلكيشن في تقول ايه ده تبع الابلكيشن اللي اسمه بس انت بتعمل ابلكيشن مثلا للنيوز مثلا الاخبار في بقى اللي ايه؟ الاب ده اسمه نيوز، ده نيوز ده كلهم خلاص كانوا مترابطين ان هو ابلكيشن ايه؟ ابلكيشن واحد. خلاص؟ فانت المفروض بتمسك ايه؟ الحاجه الاساس، في واحد يجي عامل جوه الديفاي ومكاتب اسم الابلكيشن، وجوه الديفاي ثاني ومكاتب اسم ابلكيشن ثاني، مش يقول لك لا. مش حاجه؟ بس دوت هيدور على على على, على الكنترولرز اللي جوه الابلكيشن اللي اسمه كذا، وده هيدور على على على, على الكنترولرز اللي جوه الابلكيشن اللي اسمه كذا. مش تبقى كده الفكره اصلا. الاكزامبل اللي موجود معانا على الدي اف هو حاطط الاب دي ال جي اب في الاتش تي ام ال فوق واحنا هنا حاطينها في البادل ما فيش اي فرق لا اهو كده الابلكيشن مش متحكم في الهيد هو لما حطه على الاتش ام ال كده الابلكيشن متحكم في الصفحه كلها لو انا حطيته جوه الدفايه هيبقى الابلكيشن بتاعي متحكم في الدفايه دي بس يعني على كده لو بجيب بيانات من الكيو كنترولر ممكن اعمل ديفت كمان ولا هو من جي كنترولر ولا ايه؟ ايه تاني؟ انت سام دي انت سام ما انا قلت يا ابني بالاكزامبل يعني عايز اكزامبل كشغل جد يعني عايز شيء مثلا 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 عمر فارق هو بص كده مثلا يعني انا عندي ابلكيشن الابلكيشن دوت بيعرض درجات الحراره فوق كده جميله وتحت فيه شويه حاجات كده بعرضها لليوزر عاديه فدرجه الحراره مش عندي انا بناديها من موقع تاني بصراحه يعني انا صادق معاك خلاص فالحته دي وشغل درجات الحراره ده انا ويب سيرفيس بكلمها ورا عند موقع تاني وبجيب منه درجات الحراره انا مش عارف اقيسها درجات الحراره وانا معايا ترمومتر خلاص فالحته دي تعتبر ابلكيشن منفصل اللي اشتغل فيه انا فوق بنسميه يعني ايه اي اسم وذر ابلكيشن مثلا ولا حاجه خلاص وانت شغال بقى في ايه في الفحت والردم تحت عمال تضيف لي بيانات وتعدل وتحذف والكلام ده كله فانت سميت الابلكيشن بتاعك مثلا خلاص فاميلي مش عارف ايه فخلاص انا شغال في دوت وبيكلم ليه بعمل كده عشان انا وانت ما يحصلش ما بيننا كونفليكت على افتراض ان انا سميت فانكشن او كنترول اسمها اد وانت سميت فانكشن اسمها اد ايه اللي هيحصل حلو لكن طالما انت شغال باسم باسم وانا شغال باسم ده فور اكزامبل مش ده مش معناه ده دي الحاجه الوحيده للاستخدام الوحيد خلاص كده طبعا لو عرفت اب ده شركم اكتر من الشاشه اتش تي ام ال هو اب بتاع انجلر ممكن اكتب في اي حاجه ثانيه اتش تي ام ال ايه دلوقتي انا بعرف الاتش تي ام ال ان انا هشتغل انجلر ممكن بعد كده اشتغل بي اتش بي معايا على ايوه فتكس احلى بيس كله شغال بس احنا مش عارفين يعني نبقى احنا اللي عايشين بس على بيس ايه لا عادي الكلام ده اللي احنا بنقوله دلوقتي كانجلر اشتغل دلوقتي هشتغل بيه كمان شويه هشتغل بيه ايونيك موبايل ابلكيشن كمان شويه ممكن اشتغل بيه بي اتش بي كمان شويه هشتغل بيه اي حاجه لان هو بيزد على ال HTML5 فهو مش
لسه بقى والبي اتش ميل 5 بقدر اشتغل بالاتش بي، بقدر اشتغل بالاس بي، بقدر اشتغل بالجي اس بي، بقدر اشتغل مع بس بي اي حاجه ازاي. فكل اللي بيشتغل مع اتش ميل 5 هيقدر يشتغل. انا حتى انا كايونيك موبايل ابلكيشن شغال انجلر مش مشكله، لكن في شويه حاجات بقى في الايونيك والانجلر عم مظبطينها مع بعض لان هم فريم ورك واحد. لسه بقى هزرها بس بعد اول ما اتكلم على الايه على الانجلر الاول بشربنا. احنا عرفنا شويه الايونكس اللي هي الانترفيس، ودي دلوقتي هنتعلم انجلر. فنقدر اقول لك بعد كده الخطوات اللي هي الانجلر ازاي دخل مع مين مع الايونيك وعملوا شويه حاجات كده تقدر تفيدك في الموبايل ابلكيشن زي كذا وكذا وكذا. بس هو ده الطريق اللي احنا يعني اخترناه يعني في الشغل. حلو كده.